ثالث حلقة من فير فاكتور إكستريم أرض الخوف، وفي الحلقة دي في مفاجآت كتير. أولها التحدي الأول، القفص ده هتتحبسوا فيه وهيتقفل عليكم وهينزل تحت المية. هتروحوا تجيبوا المفاتيح وتبدأوا إن انتوا تفتحوا القفل. وليد، انت عارف ان انت رجلك تعبانة وللأسف انت مستبعد من أرض الخوف. وانا عايز هبة تخش مكاني. هبة تلعب ألعب له. اللي كسبوا معانا وهاب، فسانت، شريهان، عمر، هبة، إيهاب. دلوقتي احنا قدام تاني ستانت في الحلقة. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ازاز مكسر، مطلوب منكم ان انتوا تمشوا عليه من الاول للاخر في 60 ثانية. معتزل عطار، احمد، انتوا معفيين من تحدي بكرة. دي اخر مرحلة في الحلقة، واللي فيكو مش هيقدر ان هو يتحدى خوف هيترحل من الارض. محمد، تترحلت من ارض الخوف. انا دلوقتي في الحلقه الرابعه، تحدي الاول ليا، مش عايز يحصل لي زي اللي حصل لي طبعا في الحلقه الثالثه. الحلقه الرابعه دي من اول تحدي لازم افوز. دخل على التحدي الاول بالحلقه الرابعه بعد ما وليد صاب وساب لي مكانه، فجايه وفي حمل كبير عليا. صباح الخير، الحلقة الرابعة في فاكتور إكستريم أرض الخوف. من 3 أسابيع سبتوا بيوتكم، بلدكم وأهلكم، وجيتوا الأرجنتين علشان تعيشوا مغامرة مجنونة وتواجهوا أصعب التحديات في أرض الخوف. أول ما وصلتوا كنتوا 14 مشترك. بعد ما ترحلوا نانسي ومحمد واستبعد وليد بقيتوا 11، وفي آخر الحلقة دي هتفضلوا 11. لما بتكون داخل على مسابقة بتبقى متوتر جداً، فلما سالي قالت إن احنا هنبقى 11 ومفيش حد هيمشي طبعاً ارتحت. الحلقة دي محدش فيكم هيترحل. تعودنا من أول ما بدأنا البرنامج وبدأنا تحدياتنا إن أفضل 6 بيتعافوا من باقي تحديات الحلقة. أما في الحلقة الرابعة أفضل 6 هيتنقلوا للتحدي الثالث. أفضل 1 فيكم في التحدي الثالث هيكون لي حصانة في الحلقة الخامسة. وأفضل 1 فيكم هيتنقل للحلقة السادسة من غير ما يواجه 3 تحديات اللي في الحلقة الخامسة. في حاجة كويسة جداً إن أفضل 1 هو اللي هياخد الحصانة. الحصانة دي هتخليه يرتاح، فده كان حافز قوي إن هو يخليني إن أنا إن شاء الله في التحدي ده لازم أعمل مستحيل عشان أفوز. عايزين تعرفوا إيه ده بقى؟ ده سلم طوله 27 متر. المطلوب منكم
ان انتوا تطلعوا السلم ده وتوصلوا لاخر نقطه فيه، تقفوا عليها وتنطوا تتشعلقوا في الشبكه اللي قدامه في اسرع وقت ممكن، واللي منكم بيوصل لاعلى نقطه في الشبكه يكون من ضمن افضل سته هيتنقلوا لتاني تحدي. المطلوب منكم ان انتوا تفضلوا متشعلقين في الشبكه لمده 5 ثواني. لو واحد فيكم ما فضلش متشعلق في الشبكه لمده 5 ثواني هعتبره انسحب. الهوا جامد النهارده وده بيصعب التحدي اكتر، لان الشبكه بتتحرك جامد وده اكيد اصعب بالنسبه لكم. حماده صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. احنا يعني مبسوطين انت معانا، وعايزه اقول لهم ان حماده جالكم مخصوص رغم ان هو تعبان جدا وسخن. وسخنت اكتر بعد. انا بقول هي لعبه بصراحه من اخطر اللعبات اللي احنا شفناها، وفي نفس الوقت من اسهل لعبه. طب يلا الدنيا تميكم. قبل ما اقول مين قدامكم، اخر وقت تقدروا تعملوا فيه التحدي ده 7 دقايق. اول واحد معتز جميل. يلا يا معتز. انا قلقان بس ان شاء الله مفيش خوف، هي اول مره بالنسبه لي حاجه زي كده اعملها، ان شاء الله اعدي منها على خير. الارتفاع عالي جدا، ويعني على قد ما انا ممكن اكون خايف بس نفسي اعمل الخطوه دي. يعني معتز جاهز؟ قدامك 27 متر تطلعهم في اقصى حاجه 7 دقايق. 3 2 1 جو. شعور اول مره اشوفه واول مره احسه. محدش هيقدر يحس بالشعور ده الا لما هو يجربه بنفسه. مريم جاهزه؟ 3 2 1 جو.
برافو يا مريم. شعور بجد فعلا مرعب جدا لما الواحد فعلا بيجرب الحاجه غير ما بيتكلم عنها. هي فعلا مرعبه قوي، وكل ما الواحد بيطلع اكتر كل ما الواحد بيحس ان عضلات ايديه ورجليه بتشد قوي، بس فعلا شعور رائع ان الواحد فعلا بيجرب حاجه غريبه. فانا مبسوطه جدا فعلا ان انا جربتها. هي وهاب يلا متحمس وفي نفس الوقت خايف شويه. انا متعود العب رياضه كتير بس فعلا احساس المسابقه موترني، احساس المكسب ده يخوف اكتر. 1 الشبكه بعيد قوي، فللاسف شعوري مش مبسوط يعني، بصراحه مش راضي عن اللي حصل، بس ده القدر يعني، والحمد لله I have to accept it يعني. احمد جو عالي قوي قوي. الحمد لله اعتقد اني حققت نسبه كويسه في المنطقه اللي انا مسكت فيها. انا خايفه من السلم بس لان هو صعب، وكذا حد قال ان هو عبال ما بيوصل فوق بيبقى تعب قوي، فان شاء الله كمان الهواء ما يبقاش بعد الشبكه قوي عني يعني. Thank you.
الشبكه ما كانش في قوه ان انا اقدر اثبت الدافع. مش مبسوط، مش مبسوط خالص. خوفي النهارده من حاجه تانية خالص، انا خايفه من نفسي لان انا حاسه بالم جامد جدا في دراعي اليمين، وخايفه ان انا اغزل نفسي، يعني دراعي يخوني. جو اصعب تحدي ان اتحدى نفسي مش اللعبه، ان انا كنت حاسه اني بشيل حد معايا، طالعه بحد مش طالعه بايدي بس، يعني انا كنت بطلع بايد واحده يعتبر، انا ما كنتش بطلع بايدي الاثنين، ايدي اليمين لحد دلوقتي انا حاسه بيها واقفه مش حاسه بيها خالص. تاني تحدي، تحدي مخيف، تحدي مرعب، تحدي شرس. مسكت في الشبكه، مسكت في الشبكه لكن ايديا دخلت لجوه عدت الشبكه فما عرفتش امسك فيها فروحت متزحلق، بس هو طبعا شعور قوي جدا وحلو قوي بجد. يعني
يلا يا هبه. الوقت يا هبه. بسم الله. الله. قريبة يا عمر قريبة. كل الناس عارفة بكده من ساعة غنوة دايما دموع اللي انا بخاف من المرتفعات العالية. عايز اداوي اللي انا فيه، اللي عايز اسيطر على خوفي شوية وعايز اجرب الحاجات اللي انا كنت بخاف منها ان شاء الله. بجد انا يعني استفدت بالتجربه دي حاجه كبيره قوي، ان ما بين الشجاعه والخوف شعره. الحمد لله ما انكرش ان انا طالع كنت خايف جدا وتعبان، انا اصلا عيان. انا بشكر الشباب بجد اللي تعبوا جدا، لان دول شباب خلوني استفاد بحاجه النهارده، ان انا قدرت اسيطر على خوفي من الفوبيا، فوبيا الادوار العاليه، والحمد لله. والله عملوا الرجاله ونصروا جه وقت النتيجة. أحمد أنت الوحيد اللي بينهم جبت نقطة عالية في الشبكة، أعلى من الباقيين كلهم، جبتها في 2:15. كمان معتز انت قدرت ان انت تبقى من الستة الاحسن اللي هيتنقلوا للتحدي التاني. مريم قدرتي ان انت تعمليها، وصلتي لنص الشبكة. مهاب عمر انت معانا في التحدي التاني. كمان باسان قدرتي ان انت توصلي لنص الشبكة. أما الباقي محمد محسن، إيهاب، هبة، شريهان، معتز العطار للأسف مش
مش هتكونوا معانا في تاني تحدي. انتوا الستة قدرتوا ان انتوا تتحدوا خوفكم النهارده، وقدرتوا ان انتوا توصلوا للتحدي التاني في الحلقه. هتوصلوا للتحدي الثالث، وعايزه افكركم ان واحد بس فيكم هو اللي هيقدر انه ياخد الحصانه وما يشاركش في الحلقه الخامسه، يعني يتعافي من 3 تحديات، واكيد بكده بيقرب اكتر من انه يوصل للنهايه. دلوقتي احنا قدام تاني تحدي في حلقه استثنائيه، وهي الحلقه الرابعه من فير فاكتور اكستريم ارض الخوف. انتوا موجودين مش لان انتوا خسرتوا، لكن لان انتوا كسبتوا في اول تحدي، ولسه قدامكم طريق طويل وتحديات اكتر، ومنها التحدي اللي احنا قدامه دلوقتي. تحدي مخيف، تحدي مرعب، تحدي شرس، لدرجة ان انتوا لما تعرفوا ايه هو التحدي هتقولوا يا ريتنا كنا خسرنا في اول تحدي. التحدي التاني هو الطريق اللي قدامكم ده، خمسين متر، مطلوب منكم ان انتوا تجروا من اوله لاخره في اقصى سرعه. لو وقعتوا في اي نقطه بيقف الوقت. طريق ممهد، مش شايفين فيه اي حاجه ممكن توقعكم، ممكن الخوف يكعبلكم، او المفروض ان انتوا اول ما بتوصلوا ال 15 متر الكلب بنسيبه عليكم. الكلب ده هيجري وراكم ويهجم عليكم. شكله كلب مدرب جدا وشرس جدا وسريع، فدي طبعا كلها يعني مشاكل لازم الواحد يواجهها. المطلوب منكم ان انتوا تحاولوا تجروا على قد ما تقدروا وانه ما يوقعكوش، ولو هجم عليكم وحاول يعضكم ما تستسلموش، ولو ما قدرتوش تستحملوا الخوف وقعوا نفسكم على الارض على طول عشان نبعد. حماده، انا عارفه انت حاسس بايه دلوقتي. انت عندك فوبيا من الكلاب صح؟ انا جت هستيريا. الكلب ده مش كلب عادي، مش زي الكلاب في البيت. الكلب ده شرس جدا، بقاله 3 ايام ما كلش. اول وجبه هيكون عمر. اتفضل. انت بتتكعبل من دلوقتي؟
اول ما عرفت ان انا اول واحد هطلع اتخذت شويه، يعني انا مش متعود ان انا باول واحد، اول واحد بيبقى عليه بريشر كتير وستريس كتير قوي، بس قلت ان شاء الله انا قدها يعني. واكتر حاجه مخوفاني في التحدي دوت ان انا عايز اعمله باكمل وجه، عشان انا كده كنت بربي كلاب اصلا كحراسة عندنا، هيبقى شكلي وحش قوي قدام عيلتي يعني لو ما عدتش التحدي دوت. داميان عمر جاهز؟ ان شاء الله. اجري يا عمر، اجري يا عمر، اجري يا عمر، بس يا حمار شيلوه من فوق. لما وقفت ما كنتش عارف اجري، البدله تقيله قوي قوي، فجاه خلاص يعني وانا باخد خطوتي لقيت بقى اللي بينط عليا، فرحت واقع بقى. الكلب طلع عنيف جدا وما كنتش متخيل انه ممكن ياخد عمر ويوقعه على الارض. متوتر شويه بس ان شاء الله حاضر اوصل للاخر. 3 2 1 جو. نام، نام على وشك، نام على وشك، نام على وشك. وهب في الأول قلت لك اول ما هتقع، ما قلتلكش انت رحت قلت لكم كلكم طبعا، اول ما هتقع على الارض هيقف الوقت. خدت الكلب معاك ورحت فيه. ايه كنت بتفكر في ايه سعاده؟ ما كنت مستفز بس مش اكتر، فقلت لازم اخلص بقى خلاص. ما انت كنت خلصت اول ما وقعت. ما فكرتش اصلا في موضوع الوقت ده خالص يعني، فكرت ان انا لازم اخلص، ما كنتش شايف قدامي غير الخط، فما واتيفر بقى كان الحقيقة اللي هيحصل فلازم اعدي. كنت خايف؟ كنت متعصب مستفز؟ مستفز. واحد فيكم دلوقتي الدور عليه عشان يقوم بتاني تحدي، وهو باسانت. اول ما شفت التحدي كنت عرفت على طول ان هو كلب، لان سالي قالت شرس. في الاول خالص ما كنتش خايفه لغايه لما شفت الكلب وجي واقف قدامي والمدرب بتاعه سابه شويه عليا، فانا كنت اللي في وشه على طول، فخفت بصراحه. جو. My nose is bleeding. I think I broke it. وقعت على وشي، نزلت جامد قوي على مناخيري، كنتش عارفه المفروض ان انا امسك بايدي او حاجه اروح. نزلت انا حسيت سمعت صوت تك. من خوفك من الكلب انه يجي؟ مش من خوفي، لا، من الدفعه بتاعته. انا قلت الكلب يعني رفيع فالموضوع يعني هيبقى بسيط وكده، بس لما بدا الجيم الموضوع اختلف تماما، وخاصه ان كمان بسنت جالها اصابه في مناخيرها، فالشيء ده يعني لازم يخليني اخلي بالي جدا لان الموضوع بيبقى اصعب واصعب. جو.
بخافش من الكلاب خالص، بس فعلا يعني هو شكله كلب مرعب جدا، فان شاء الله هحاول ان انا اعمل اللعبه دي واتحداه واوصل للسكور كويس يعني. مريم كنتي بتتمشي بالراحة قوي مش بتجري. البدلة تقيلة جدا جدا، مش قادرة فعلا يعني احرك رجلي اصلا. ولا كنتي متخيلة ان انتي ممكن تعملي زي معتز وتجري؟ مش قادرة اتحرك بيها خالص. كان اطول منك. طبعا اول ما عرفت انه كلب اكيد اتخضيت، لانه اول مرة الواحد يتعرض لموقف زي كده ويبقى الكلب بيجري وراه بشخصه. فأتمنى ان شاء الله ان انا ادخل التحدي واقدر اعمله زي زمان اللي عملوا كويس ان شاء الله. 3 2 1 go. احمد ها، حسيت بايه وانت في المصارعه؟ بصي، هو بصراحه يعني انا تخيلت انه لما هيهجم عليا اقنع نفسي ان هو مش بيهجم، هو بيلعب معايا. ولاحظت لما هجم اكيد كان في خض اول مره يعني، بس حاولت امسك نفسي الحمد لله، وحاولت على قد ما اقدر قلت امشي بيه اكبر مسافه الحمد لله لغايه ما وصلت للاخر يعني. خلينا نشوف حماده هيعمل ايه. 3 2 1 go. لا خلاص خلاص صح، بس لما البس بيجامات زي دي وبدل زي دي لكن من غيرها. لكن لا بجد كان في، انتوا اديتوني دفعه برضو يعني بجد كلام يعني، انتوا رجاله جامده بصراحه. النتيجه معتز جميل واحمد عمر برافو، واحد فيكم هياخد الحصانه ويتعافي من 3 تحديات في حلقة كاملة ويقرب أكتر لـ50,000 دولار. أما الباقيين مريم ومهاب وباسانت فأنتوا ما قدرتوش أن أنتوا توصلوا الثالث تحدي في حلقتنا. بشكر شكرا يا حمادة، وبنشكرك على شجاعتك. نعم بشكرك أنت والله جيرينز. بقول لكم مبروك مبدئيا وجود لك. واحد منكم بس
هو اللي هيقدر ياخد الحصانة وما يمرش بالثلاث تحديات في الحلقة الخامسة. قدام آخر تحدي في حلقتنا الاستثنائية اللي منها واحد منكم بس هو اللي هيقدر ياخد الحصانة وما يمرش بالثلاث تحديات في الحلقة الخامسة. اليوم اللي هيفوز فينا هياخد حصانة هتديله دفعة معنوية كبيرة، فإحنا تاتا كنا بنتمنى إن إحنا ناخد الحصانة دي. انتوا بقالكوا ثلاث تحديات متواصلة ومحتاجين راحة شوية. النهاردة ابذلوا أقصى مجهود عندكم عشان واحد فيكم يكسب وياخد الحصانة. التحدي الثالث هيكون هو ده التحدي الثالث، هو كسر لوح ازاز واحد. انتوا عندكوا خمس تلواح تكسروه. اول لما شفت التحدي حسيت ان هو ده التحدي بتاعي، يعني انا ان شاء الله هبقى فيه كويس قوي عشان هو محتاج قوه وشجاعه. بس كنت الحاجه الوحيده اللي مخوفاني شويه هو الاتزان، وكان اللي مخوفني اكتر واكتر الثقه الزايده ديت ممكن تخليني اخسره. المطلوب منكم ان انتوا هتسوقوا العجلة وتمشوا في خط مستقيم، وفي طريقكم بتكسروا الازاز ده. مينفعش تطلعوا ولا تدخلوا. اكتر واحد هيكسر عدد الواح، واكتر واحد هيوصل لمسافة اطول هو اللي هيقدر ياخد الحصانة. واكيد كمان هنحسب الوقت. لازم تعرفوا ان من قوانين اللعبة ممنوع تحطوا رجلكوا على الارض. أول واحد فيكم هيبدأ البطولة. أحمد ابدأ. تحدي جديد الواحد هيتعرض له النهاردة، تحدي أن أقتحم الإزاز ده. هما كذا بار، أتمنى إن شاء الله أن أنا أقدر أخلصهم كلهم وأوصل للآخر. جاهز؟ 3 2 1 go. وانا ماشي بالعجلة كنت متخيل ان الازاز هيبقى ارفع من كده، بس واضح ان هو سميك او تقيل، فكان محتاج قوة دفع اقوى. بطل، حسيت بايه وانت في الازاز كده؟ لا، شعور مرعب طبعا. مرعب؟ ما كنتش مبسوط؟ لا مش مبسوط، لانه يعني الواحد ما دخلش في ازاز قبل كده يعني. بس انا كنت متخيل ان انا ممكن اعدي اكتر من كده، بس ما نفعش يعني. معتز، اول ما شفت الجيم حسيت انه سهل، بس لما احمد هو كان اول واحد حسيت الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني هحاول اعمل مستحيل عشان اعدي اكتر الواح من الازاز. 3 2 1 go. طبعا التحدي كان صعب، كنت عايز احاول اركز على الثاني بسرعه، لكن لوح الازاز كان قوي جدا، شرخ مني ما قدرتش اكسره. استمتعت؟
استمتعت وزعلت. كان نفسي اعدي في اللوح الثاني. كنت حاسس ان انت داخل بقلب قوي. بس انا دخلت وكنت ماشي في النص يعني الحمد لله، بس الاولاني اتكسر والثاني اتشرخ بس ما نزلش. بس الحمد لله. بقى ايه عمر شمشون؟ ربنا يستر. ورينا يا عمر يلا. خايف بصراحة عشان العملية محتاجة اتزان، وانا بقى لي حوالي 8 سنين ما ركبتش عجل. يعني متحمس وفعلا عايز اوصل للاخر، وربنا يعديها على خير ان شاء الله. عمر يلا ورينا الاكشن. 3 2 1 go. بديت الجيم ومشيت بالعجله. اول خوف قابلني ان الاتزان خني، فروحت عدلت العجله. وانا بعدل العجله لقيتني خلاص قربت من الازاز قوي، فروحت كسره وداخل فيه جامد. اول ما كسرته كان خلاص بقى يعني فقدت الاتزان بتاعي خالص، فما قدرتش الم توازني، رحت واقع على الارض وبس. والحمد لله. مكتئب ليه؟ كنت متعصب جدا بصراحه، وفعلا كنت ديس كلوز يعني ان انا اخبط الثانيه بدماغي. بدماغك؟ عايز اقوم اكملهم كلهم بقى. الحمد لله قدر الله ما شاء. انتوا الثلاثه كل واحد فيكم كسر لوح ازاز واحد، لكن اكيد في فرق في المسافه وفي الوقت. لكن اللي قدر ان هو يحقق مسافه اكبر هو احمد. انت عملت في الترين و50، فانت اللي هتاخد الحضانه. ومعتز وعمر هارد لك. هشوفكم في البرايم الخامس وشدوا حيلكم. اتضايقت من نفسي جدا جدا يعني، طبعا اتمنيت له الخير وربنا يكرمه، بس فعلا اتضايقت من نفسي قوي عشان يعني انا المفروض كنت متوقع ان انا ابقى احسن واحد في اللعبه ديت، بس قدر الله ما شاء فعل والحمد لله طبعا على كل شيء. انت اخذت الحضانه الحمد لله، اتعافيت من 3 تحديات في الحلقه 5، يعني تتنقل للحلقه 6 على طول، وكده انت بتقرب اكتر من 50,000 دولار. لكن لسه قدامك حلقات تانية كتير. جود لك يا احمد. جميع تحديات فير فاكتور اكستريم تمت تحت اشراف فريق متخصص، علشان كده بنطلب منكم عدم محاولة تنفيذ اي من التحديات حفاظا على سلامتكم.